عسلامة الناس الكل. بوتي بودكاست ديديكاسي ا مون امي هند، مي اوسي ا توت لي فام كي بارفوا دون لا في رونكونتر كا سوفون دي ديفيكولتي. نقولوا احنا الشاي ورا بعضه، معناتها مشاكل صحيه، مشاكل مع العباد، هاكي كي يبدا الشاي ورا بعضه. جوستمون هند مثلا تقول لي والله يغزر ها وكذا، هاو عندي لي زاكوفين، هاو مشاكل في العائلة وكذا. لعبت ساعات مش عارف كيفاش يتصرف ومنين يقبل. اي بوركوا تو سا، معناتها بوركوا تو سا، اي بوركوا سا اباري سورتو ابارتير دان سارتان اج كيما نقولو. سا اباري معناتها ابارتير دو 40-50 عام، كوزو سوا الامراض لي مالادي ان جينيرال، ولا هكا لي بروبليم اللي قبل اللي يبدا العبد صغير ما مش مركز فيهم، خاطر لاهي في الخدمة وفي نقولوا احنا اونتر غيومي لي زوبليغاسيون دو لا في. عادينا اش قلت لها شو يا هند، ريت اللي سيرنا في الحياة الكل كيما القجرات اللي في الكوجينة. قلت لها انا عندي قجر في الكوجينة برشا، هكا دي بتي تيغواغ وكل، فما قجر نعرفو انا يلزمو يتنظف، نعرفو معني دقيقة متاع ربي نعرفو مصخ معني. هو ولدي حلو درج نمشي مت، قلت له بربي سكر عليا سكر، سينو باش ترسيلي ننظف فيه، وانا توا عندي برنامج اخر، نحب نكمل الفطور باش نخرج نعمل ماخش قبل نص النهار، سينو معناها مش نلقى وقت للماخش نتاعي. اما في بالي بيه القشر هذاك يلزم يتنظف، في بالي بيه داخل بعضه وفما قرلو تقريبا ما فماش الداخل، في بالي بيه. دونك خذيت ليكزامبل نتاع القجرات نتاع الكوجينه، خاطر نسي الكل نتصور عندهم في كوجيناتهم ديفيرون بوتي تيروار ولا دي كوان هكا بلوز او موان بيان رانجي، بلوز او موان بيان بروبر، بيان ستركتوري ايتترا. ان فيت في الدنيا كل مشكله تجي هي قجر يتحل، كسوا مشكله صحيه ولا مشكله هكا مع العباد، ساعات تطلع من الحيط كيما نقولوا، هذاك عباره قجر تحل. هي المشاكل هذه ولا الحاجات هذه الكل موجودة في الأصل، أما كانت القجرات مسكرة بالضبط. كيما تدخل الكوجينة تشوف بلان دو بلاكار كي سون توس فيرمي بيان بروبر على الاكستيريور اي تو فوا ريان. جوستمون بلو اون افونس دون لاج بلو هذوما لي تيروار اي فون سوفرير لي زان ابري لي زوتر، اي اون فيت سي اون بون شوز، سي اون بون شوز خاطر سي اون اوكازيون دو نيتواييه سي بروبر tiroir, de les structurer, de jeter ce dont on n'a pas besoin. Et c'est énorme. Des trucs qui sont à moitié cassés. Ou la houaïche, le placard. Tout ce qui nous arrive dans la vie. Et même, y compris les problèmes de santé, c'est des tiroirs qui s'ouvrent. Il dit « Rani, mani s'envif, rani, ija nadhafni, ija nadhamni, ija lawah zayid, edha ghzal qadish gorbuj mahtouta kika, ta wach ta'amil bih edha ilkol. Wach ta'amil bih, ma lawah wala a'ti l'abid li tistaq. Nekhdo exemple, mathala, na yaqat liya wa andi li zakoufen ukol. Regarde, qadal, arid, ay marad andak akoufen, rigidité articulaire, اي حاجه امشي اكتبها في جوجل واكتب قدامها سينيفيكاسيون سبيريتوييل، tu vas trouver plein d'articles فهمت، و parfois des vidéos. عندك زاد اش اسمه ميشيل اودول حكيت عليه قبل، دي موا او tu as mal je te dirai pourquoi. تيري جينسن تقريبا عنده كتاب اسمه لا مالادي اتيل ان سونس، واكتب في جوجل مالادي سونس، plein de références راهو فما، يا انا plein. من الاخر كل حاجه راهي في البدن هي مانيفيستاسيون نتاع قجر مش نظيف ولا قجر مش منظم مكدس فيه. ساعات انت تجي تحل قجر ما يحبش يتحل خاطر اللي تحته بلوكي، هذه تصير سوفون. انا قداش مره بتلوج على ورقه تبدا كل ورقه واحله بين زوز قجرات ونقعد نلوج ما نلقاهاش، وهي خاطر بلوكي، خاطر القجر اللوطاني مثلا في برشا دبش ولا برشا حاجات حسيل. باغ اكزومبل دونك لي زاكوفين، شنو اكوفين؟ معني واحد عنده زنزانه في وذنيه ما نجمش يسمع مليح الحاجات اللي تصير دايره بيه، وهكا سي ان بروي انتيريور. سي تري سامبل معناتها كوم ليكتور سبيريتوييل اقراها وحدك، يا ان بروي انتيريور قالك اسمعني، فما حاجه لداخل، فما صوت لداخل قالك اسمعني فاش نحكي لك.
هو الصوت هذا قاعد يتكلم بلغه انت ما تفهمهاش، غاديق كيما نعرفش انا، انت تسمع واحد يتكلم بالشنوا، تسمع الصوت اما ما تفهمش واش قاعد يحكي. لاكوفين هي الشنوا نتاع البدن نقولوا احنا، سي اون لونغ كو تي كومبرون با، سي لا لونغ دو كور. هو في الحقيقه مش تي كومبرون با، راهو انت المعلومه كيما نقولوا موجوده لداخل، مي انت بوتيتر تعرف با على ديكريبتي، تعرف با ان بروندر كونسيونس. فهمت؟ دونك écoute toi, reste avec toi-même pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qui te parle à l'intérieur. Et en plus, ça t'empêche de bien écouter ou de recevoir les sons qui viennent de l'extérieur. Et justement, قال لك ايش بدي روحك ابعد، ممكن انت في environnement sonore، في برشا حس، برشا pollution sonore، برشا جوجما، كسوا في العائله في الخدمه، ما حسيت اللي هي قاعده تبعد فيك على ممكن اهم حاجه اللي هي صايره لداخل، وقالت لك تسمعني الهبيه. سي جوست ان اكزامبل، ميريت توت لي مالادي الزون دي ليكتور سبيريتوييل. ريجيديتي ارتيكولير مش كيما في الركيب، كيما في اليدي، في اليدين معناها تو دي لا ديفيكولتي ا بوجي تي مان، لي مان، لي مان سي افيك لي مان كون في دي شوز دون لا في. Tu as donc des difficultés pour faire les choses dans ta vie. Ça dépend, c'est oui, l'emplacement des mains. L'ougère, oui, ça dépend. Et les articulations, l'ougère, l'ifsaqin, la cheville. Je suis comme un rock, pas ? La cheville et le pied, c'est ce qui nous permet de nous positionner. Je suis comme un rock, je suis comme un rock stable, je suis comme un rock. Je suis comme un rock, l'ougère, la cheville, ou en torse, voilà. Et observe. Qu'est-ce qui t'empêche de tenir droit? Qu'est-ce qui, voilà, est-ce qu'on te force à aller quelque part où tu n'as pas vraiment envie? Les genoux, pourquoi tu n'arrives pas à plier les genoux? Peut-être que tu manques de souplesse, d'acceptation. Déjà, je ne sais pas, peut-être ni le rukba ou même qu'on ait quelque chose de mal à le recours dans le din. Quand tu sais, tu acceptes ma que tu sois eu ma faire preuve d'humilité quand que tu habites l'autre, tu acceptes. فهمت مش ديما انت عندك الحق، مش ديما يلزم انت صوتك عالي. فهمت؟ tu fais partie de d'un ensemble dans le monde vivant. مش انت الكل ويلزم الناس الكل هي اللي تسمعك وتعمل كيما تحب انت كل شيء. حاسيلو دونك tout ce qui nous arrive que ce soit dans le corps ou autour de nous c'est des tiroirs et c'est une chance. Khater les tiroirs qui ne s'ouvrent pas et quand on ne nettoie pas, eh ben probablement ils vont s'ouvrir pour nos enfants. Et oui, appelle ça karma, appelle ça psychologie transgénérationnelle, appelle ça comme tu veux. فهمت قجرات اللي انت ما تحلهمش ما تنظفهمش راهم باش يقعدوا. فهمت يلزم شكون يحلهم ينظفها، سينو يقعدوا يتحلوا يتعاودوا يتحلوا يتعاودوا. دونك انت احسن حاجه تعملها كيف قجر يتحل، اوكي قول له هاني ريتك هاي باش ننظم اموري، انا ناوي ننظف القجر اللي حكيت لكم عليه راه والله العظيم ان شاء الله اليوم هاني عملت عهد على روحي، ماني هاني في بيلي بيب كله كويغت هكا، انا حاطه فيه دي بابيي انسيان حبيت نطيش، قلت خلي نستعملهم نكتب عليهم حاجات هكا اما تو ننظموا والله العظيم هاني خذيت وعد مع روحي ناوية ننظموا العشية ونشوف شوية بالضبط وننظم ونلوح الزايد وكل شيء. دونك كل حاجة معناتها تجيك كو سوسوا مشكلة مع حد، ساعات مشاكل تطلع لك من الحيط انت كنت لابس عليك واوب كو سوسوا ان بروبليم دو سونتي اون انا بارلي اي فو كونتينيي اغوي اغزر وحدك في جوجل برا شوف تلقى بلان دانفورماسيون، ولا زاد حاجات مع العباد هكا بالزهر تصير مشكلة في العائلة ولا في الخدمة، واحد هكا في العائلة ولا في الخدمة يولي ديما فما ستريس ولا خوف ولا غضب ولا حاجات معينة مع عبد معين، تقول سبحان الله منين طلع لي الشيء هذا، هو ما طلع لكش، هو موجود من قبل كيما في البذرة، البذرة متاع النبتة، البذرة فيها كل شيء مي تيخو وقتها باش تطلع تولي نبتة وتولي نعرفش انا شجرة التفاح وتعطينا تفاح. سا بخون دو تون الانسان كيف كيف كي البذره، انت فيك شيء ذا من اللون وشنو فيك تقول انت ميموار كيما لاديان، كيما اللي في بدنك لاديان، ما هو اللي يحدد اللي في بدنك الكل، تنجم تقول الشيء هذا اديان دو في
خنسميوه اديان دو في ولا اديان نار سينمونتال ولا ايموسيونيل، سميه كيما تحب. الشيء موجود، هو يلزمو يتقرا ويلزمو يتفهم، يفو كونسيونتيزي. تقول لي باهي هي تو هذا يفهمني، هاي المفيد شنو يعمل العبد؟ اه جوستومون، شنو معناها تنظف القجر وتحل شنو كونكريتمون؟ اي بون كونكريتمون سا فا بوتيتر فو شوكي، سي بوكو بلو سامبل كون نو لو بونس. فهمت؟ تحل القجر معناها تحل السيتواسيون، تفهم السيتواسيون، تقعد مع وحدك شويه باش تفهم علاش السيتواسيون هذي، كو سوسوا علاش المرض ولا علاش السيتواسيون هذي. علاش مثلا راجلك خانك؟ علاش ولدك ديما يعيط عليك؟ علاش نعرفش انا بنتك طالبه برشا فلوس وتحب تقرا في الخارج، وانت عندك تري فلوس تحت راسك تحب تخليها، وهي قالت لك لا ونحب الفلوس هذيك، دونك انت في كونفلي في علاش؟ كيسكو سا في بوجي اون توا. ليز بوربو حكيت لكم على كتابها درني ليفر، هي في كتبتها الكل تعطي دي زيكزامبل هكا ودي كوم دي كيستيون معناتها كيل فو سو بوزي بور تروفي لي بون ريبونس. دونك هي تقول لك اسال روحك السؤال هذا، السيتواسيون هذه اللي مقلقتني ولا عملت لي مشكله، كيسكو سا في بوجي على الانتيريور دو توا، شنو الاشكال الاساسي مثلا في الكا الاخراني؟ مشكلة فلوس، معناتها انت ما تحبش تعطي لبنتك باش تمشي تقرا في الخارج، علاش؟ خاطر انت خايفه لما يقعد لكش فلوس، ولا على خاطر تي تخوف اللي برشا عليها معناتها باش تعطيها، الوغ كو انت بتتر في حد ذاتك كيما نقولوا ما عشتش معناتها ما تمتعتش بالفلوس وانت صغيره، دونك تعرف با ادوني ا تافي سي كوا لو، شنو الجذر نتاع الموضوع؟ فهمت؟ خاطر هو ما فماش اون سول بون ريبونس. نعرفش يعني انت مثلا عندك 40 مليون في الكونت، وهي طالبه مثلا 30 مليون مش تقرا بيه مثلا، تنجم واحده في بلاصتك تقول اوكي جو لوي دون و افيك غران بليزير، وهذيك بنتي وهذيك لو سولي دو ما في كيما نقول بنتي. واحدة اخرى تقول لك لا خويا انا ذاك تعب حياتي ونحطهم تحت راسي ونمرضش ولا حاجه نلقى. فهمت كيفاش؟ ما فماش اون بون ريبونس، فما انت قلبك شنو يقول لك، وراهو انت كي تلقى الاجابه تفهم شنو هو الجذر تاع المشكل. شنو اندرا انت خايفه لا يبدا ما عندكش فلوس، ولا خايفه ولا ما تحبش تشوف حد اخر متمتع هكا في حياته كل خاطر انت ما نجمتش تتمتع، ولا زاد الانفيرس راه فما نساء ال ترافاي كوم اون فو لا جور اي نوي، وتحرم روحها من كل شيء جوست باش تعطي لبنتها، وتخلي روحها في ديزيكيليبر معناتها فينانسي ايموسيونيل وكل شيء جوست باش تعطي لبنتها، خاطر الجذر كوني هي ناقصه اكل مش السعاده، مي لو سنتيمون دو ليبرتي فينانسيير دو ساتيسفاكسيون، معناتها هي اللي ما عاشتوش تحب بنتها تعيشو. كيما واحد يحكي لي عليه الراجل ياك النهار، قال لي فريمون هو ما في حالوش، بيع اللي في قدامه واللي وراه باش بالسيف بعث ولده يقرا ميدسين في رومانيا، وذيك هي معناتها الهدف نتاع حياته، ولده يطلع طبيب. كي تجي تحفر تلقاها اللي في الاصل الجذر السيد هذا هو معناتها ما نجمش ياخو ميدسين وهو صغير، وهو بوه كان يتمنى كونه يطلع طبيب بور ديفيرونت ريزون هان فوالا، كل الامنيه اللي ما حققهاش حاب يحققها في ولده. ابخي فو سبوزي لي بون كيستيون، ممكن حتى ولده ما يحبش ميدسين، إلا با سيت فوكاسيون، معناتها هو دخل ولده في دوامه وهو داين وباع الدار وعمل الدنيا الكل خاطر فما جذر ماهوش مفهوم، فما ان بروبليم انتيريور اللي هو مش فاهمه. كان هو فهم الموضوع وقال بون جو كومبرون، انا والدي مثلا لا يرحمه كان يحب كذا، انا ما وصلتش نحقق الشيء هذاك في العائله، دونك هذاك علاش انا عامل ضغط على ولدي مثلا كوسو سوا باش يولي طبيب ولا اللي هو حاسيلو. ان شاء الله معناتها فهمتوا الفكره، كونه كل حاجه في الحياه راهي قجر لازم يتنظف. كيفاش تنظفوا؟ اي بان تجبد تحط قدامك كل شيء تقول هذوما ما حاجتيش بيهم باش نلوحهم. فهمت كيما حكيت لكم لي زيكزامبل نتاع بكري، هذوما افكار ولا حاجات ولا من عند العائله ولا لي زونسيتر ولا المجتمع، سي بون سي با مون تروك سا نو مابارتيان با، ما حاجتيش ما حاش والواه هنا نهز في حمل ماهوش الحمل نتاعي، لا تزر وزيرة وزر اخرى، ما حاجتيش قول سي بون نحي على جنب.
اوكي okay. مثلا le fait d'avoir peur de la vie ou la peur de la vieillesse ou la peur de manquer d'argent ou voilà. Cette peur ne me concerne pas. Peut-être que ma mère a vécu ça, peut-être que sa mère, sa grand-mère, etc., ils ont vécu ça. Ça ne me concerne pas. نعاود نحط من الاول القجار نظيف توا شنو باش نحط فيه، نحط فيه الحاجات اللي انا تصلح لي، نحطهم بطريقه مزيانه بطريقه فيزيبل براتيك. كومون دير، جيساي دو ميتر دو ليستيتيك دون مي تيروار، دو ليستيتيك دون ما في دون مون فلو دو في. كومون براتيكمون؟ باغ اكزومبل انا نحاول نمشي البحر كل يوم، كي نمشي البحر نحط ساقيا في الماء، الموجة تبدأ تعمل لك في مساج على ساقيك، الموجة تفسر لك كونه ارخى في روحك. خلي ريت كي تمشي تحط ساقيك في الماء، اكل بو مخت الكل متاع الساقين ما تتنحى ولا كيف كيف. الموجة تقول لك نحي الزايد نحي الزايد، وتعطيك دي مينيرو. ما البحر كي تحط ساقيك في ماء البحر يعطيك دي مينيرو راه عامل شنو. ريت تمشي للبحر، تعمل مارش، تعمل دانس، تعمل جيمناستيك. شوفوا ما احلاهم كل لي كوبل اللي مثلا في لي بي لاتينو يعملوا كل لي دانس تانغو كل راهو دانسي. سي با مش فورسيمون معناتها خاطر احنا في مجتمعنا معناتها لا دانس سي با سا اون كونوتاسيون بلوز او موان سيريوز جي انفي دير. لي لي راهو لا دانس راهو سي ان روميد ناتوريل ا تو لي tous les mots physiques et émotionnels, j'ai envie de dire. Tous les mots physiques, quand tu danses, tu fais bouger ton corps doucement, enfin, tu fais circuler l'énergie, tu élimines les toxines. Ma'anatha, tu aides ton corps à être en meilleure santé. Et surtout, surtout, ton corps émotionnel. Quand tu bouges, quel que soit le type de danse que tu choisis, ça te permet de mettre de la souplesse. Ok, nazaft, nahit, li ma'ash hashtibi. Je suis souple. La danse dans le corps, c'est un peu comme le vent. قلت الناس ما محلاها قداش نحبوا احنا هكا كي نخرجوا نعملوا دوره في الهواء هكا اون ادور لو موفمون معناتها دو فون و لو موفمون دو لو. لا دانس سي لو موفمون دون لو كور را سا روفيا او ميم معناتها ان كور كي نو بوج با كي نو دانس با مسكين معناتها الي محروم معناتها معناتها محروم من الحياة، من جمال الحركة متاع الحياة، جمال الموجة والريح وال معناتها جمال جمال الحياة تو سامبلومون. معناتها كونك أنت تحس بالطاقة الحيوية تدور في بدنك، تحس بالراحة النفسانية والجسدية أون ميم طون. حسيلو إن شاء الله ما طولتش عليكم، دونك سيتي سا لو بودكاست نتاع القجرات، إن شاء الله فهمتوا المعنى. كي تدخل الكوجين المرة الجاية وتشوفوا قجرات داخلة بعضها وكل شيء تفكروا الموضوع هذا، وراو قد ما تخمل دارك تفكر لي أنت ديجا كون تو في لو ميناج على الإكستيريور راك تو إي أون تران دو فيغ لو ميناج على الإنتيريور. علاش برشا نساء يتفرهدوا كي يعملوا ميناج، وذاك علاش نعملوا ميناج غران ميناج دو برانتون، ننظفوا الدنيا ونخرجوا ونغسلوا زرابي وكل شيء، خاطر الانسان يعرف على الانتيريور دو لوي ميم il sait très bien qu'il faut de temps en temps معناتها faire un grand nettoyage de toutes les mauvaises pensées, mauvais sentiments, tout ce qui nous fait du mal en fait. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Akhra khir et à la prochaine.